السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم تلاميذ الصغار تلاميذ الصف الرابع تذكرون الدرس السابق ما تحدثنا تحدثنا عن الهوايات وكل واحد منا أخبرنا بهوايته من يخبرني أيضا بهوايته الآن هيا يا سلام أنا يا أنسة أحب الرسمة ومشاهدة البرامج العلمية أحسنت يا حبيبتي في درسنا السابق تحدثنا عن هواية التمثيل، واليوم في درسنا الجديد سنتحدث عن هواية جديدة يحبها صديقنا الجديد، انظروا إلى الصورة، إنه طفل جميل، ماذا يقول؟ يقول أنا أحب الشعر، إذا ما هي الهواية الجديدة التي سنتعرف عليها؟ إنها الشعر أحسنتم، لنقرأ الأنشودة ونعرف ماذا يحب هذا الطفل. أحب الشعر، أحب الشعر أنشده، أغنيه وأكتبه، فما أحلى قوافيه إذا غنت بلابله، أحب الشعر أنشده، أحب الشعر سلسالا، بسيط اللفظ جذابا، فأحفظه وأرويه على الأيام منسابا، أحب الشعر جذابا، أغني أغني أشعاري على أوتار قيثاري فما أحلى أغانيه وقد سالت بأفكاري أغني أغني أشعاري والآن أبنائي عما يتحدث الشاعر في هذه الأنشودة يتحدث الشاعر عن محبته للشعر وكتابته سؤال آخر يا صغاري ما الذي يميز الشعر عن باقي الكلام؟ من يعرف الإجابة؟ هيا يا أحمد أخبرني ما الذي يميزه عن باقي الكلام. يتميز الشعر بإيقاعه الموسيقي الجميل وتناسق مفرداته وسهولتها وجمال التشبيهات الأدبية. أحسنت يا بطلي ممتاز بارك الله بك والآن أبنائي لنشرح الأنشودة أحب الشعر أنشده اغنيه واكتبه فما احلى قوافيه اذا غنت بلابله احب الشعر انشده هنا الشاعر يحب الشعر ويحب ان ينشده ويحب كتابته شبه الشاعر هنا قوافي الشعر بالطعام الحلو فما احلى قوافيه احب الشعر سلساله بسيط اللفظ جذابة فأحفظه وأرويه على الأيام منسابة أحب الشعر جذابة هنا الشاعر يحب الشعر السهل المترابط سلسلة أي المترابط والمتناغم بسيط اللفظ أي ألفاظه بسيطة وسهلة فيحفظه على مر الأيام بسرعة ويرويه والمقطع الأخير: أغني أغني أشعاري على أوتار قيثاري فما أحلى أغانيه وقد سالت بأفكاري أغني أغني أشعاري، هنا الشاعر يحب الشعر، فالشعر بالنسبة له يعبر عن أفكاره وقد شبهه هنا بالنهر الجاري في عقله. والآن أبنائي ننتقل لشرح المفردات، كلمة سلسالة ما معنى سلسالة؟ أحب الشعر سلسالة، سلسالة أي المرتب والمنظم، الكلمة الثانية جذابة، أحب الشعر جذابة أي الرائع المذهل الجميل، الكلمة التالية منسابة على الأيام منسابة أي سريعا أي أرويه بسرعة، الكلمة التي تليها قيثاري قيثاري ما معنى قيثاري قيثاري هو آلة موسيقية والكلمة الأخيرة سالت سالت أو تسيل معنى جرت أو تجري أي كالماء الجاري والآن أبنائي قراءة صامتة للأنشودة <applause> هيا يا تلاميذي من يقرأ لي بعضا من الأنشودة هيا يا رغد احب الشعر احب الشعر انشده اغنيه واكتبه فما احلى قواسيه اذا غنت بلابله احب الشعر انشده احب الشعر سلسالا بسيط اللفظ جذابا واحفظه وارويه على الأيام منسابة أحب الشعر جذابا أحسنتي يا صغيرتي بارك الله بك هيا يا مرام أكملي ما تبقى أغني أغني أشعري على أوتار قيثاري فما أحلى أغانيه وقد سالت بأفكاري أغني أغني أشعري أحسنتم يا تلاميذي بارك الله بكم جميعا إذا أحبابي من يعطيني الأفكار الرئيسية للأنشودة؟ فكرة المقطع الأول حب الطفل للشعر وإنشاده أحسنت، المقطع الثاني حب الطفل للشعر السهل أحسنتي، المقطع الثالث الشعر يعبر عن فكر الشاعر أحسنتم يا أطفال هكذا ابنائي نكون قد انهينا درسنا لليوم اراكم قريبا باذن الله